بكون عبر شاشة التلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هنا أهلا وسهلا فيك ألان. أهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. البحر اللي بقلي. حلقتنا اليوم ستروغانوف باللحمة مع النوي. بدي 600 ل 700 جرام من لحمة الفوفيليه أو وجه الفخذ أو الأنتريكوت. لحمة بتكون من فخذ العجل وطرية أو من كاستلاتا يلي بنقلها الغنم نستعملها للشوي، بتكون عند العجل بنقلها فوفيليه. فطر علبي كريمة قط ربع الكباية، زيت نباتي قليل للقلي، بصل كبيرة وحدة، كرات نص ضلع، بقدونس ملعقة ونص كبار، بودرة البابريكا الحلوة ملعقة ونص صغار، ثوم 5 حصوص أو 6، بودرة تشيلي أو البابريكا الحارة قليل، رب البندورة ملعقة كبيرة ونص، نوي 300 جرام، طحين ملعقة، زبدة شرحتين، شرحة عادية وشرحة صغيرة لنستعملها للنوي، بدي ملح وبهار أبيض. بشو منبلش بالأول؟ دائما منبلش بكل شيء بده وقت، هو الأساس يلي منبلش فيه. منحط بالأول طنجرة فيها ماي لسلق النوي، وطنجرة تاني منحط فيها تينا ورقة ملعقة خشب، قطعة زبدة العادية لنحطها لنبلش بتقلية البصل. هلا تعشف؟ نعم. دائما قطعة الزبدة العادية من كوزن، تفضلي ما بيصير ولا ما بيصير. مرسي. 20 جرام هون منضيف البصل، الان بتضيف البصل على الزبدة. وحصوص الثوم. نكبسهم وبنفرمهم. ينفرموا معنا بهالشكل. نرجع منبرم الاتجاه يلي كنا عم نفرم فيه، نرجع منفرم بالاتجاه الآخر. هذا الثوم صار جاهز لنستعمله بآلية الستروغانوف. هلا بدي اقطع اللحمه نجيب القطع اللحمه العجل الطريه وبقطعها بهالشكل. فينا نستعملها طرية كتير من الفيليه ولكن بتكون أغلى، بس هاي منيحة طرية. هاو شقفة شحمة صغيرة، دهنة صغيرة بشيلها ما بدي إياها، بتكون شقفة صغيرة بتركها بتعطيها تراوي للقطعة.
في لحم من الباط او من الفريكاندو يلي هي الشهبية والطويلة يلي اسمها بدل على طراوي، ولكن هي بالعكس تعطيني أساوي بالتحضير، وهي أحلى شقفة للروستو. بس لاستروغانوف كليا ما بتسوى لأنه بتطلع ناشفة كتير إذا بدي ستويها، وبدها غلي على النار بنضج تقريبا بالساعتين. فينا نبلش ناخذ اتصالاتكم على 1423 يلي بيحب يتصل فينا، ودايما عبر شاشة تلفزيون لبنان. ناخد اتصال. ألو. تليفون على 1423 يلي بيحب يتصل فينا، ودايما عبر شاشة تلفزيون. ألو. 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 بدي عزبك تسمعني من التيفي من التليفون لأنه التيفي عم يعمل ريتور. ألو. نعتذر، هات انقطع الاتصال. منضيف الثوم على البصل. نرجع منضيف الكرات. منجيب مقلاية. منحط فيها قليل من الزيت، خليها تحمل مقلاية، ومنحط جاط هون عنا بنحط عليهم الملاعق. قليل من الزيت بنحطه بالمقلاية،
والكرات مع قليلة من الطحين. هالمرة ما تخنة كثيرة. هون منقلل اللحمة بهالشكل لتتقلى، لأنه إذا مثل ما هي بضيفة فوق منهم وما كانت النار قوية تعطي مردود عكسي، تقسى اللحمة، وتاني شي بتبق ميتها تصدخ معنا استروغانوف. ومناخد اتصال جديد. ألو. ألو شيف. ألو مرحبا. كيفك شيف؟ ماشي الحال، مين معي؟ شربل. ألو سهلا بشربول، كيفك يا شربول؟ كيف بنعمل التشاينيز؟ تشاينيز بدك اياه على الدجاج أو لحمة؟ دجاج. دجاج مع رز أو بس خضرة؟ مع رز. رز وخضرة، تكرم حبيبي. ألو سهلا فيك. مرسي. تكرام شربل. هون عنا اللحمة عم تتقلى. أول شي لنشرح المغربية. المغربية أكلة طيبة ودسمة ومنسويها بالمناسبات، مش كل يوم يعني منجي بناكل مغربية، وبتاخد شوية وقت بتتساوى على لحم، بتتساوى على دجاج، وبتتساوى على خضرة، وفينا نسويها على لحم ودجاج سوا. يلا نزليهم كلهم سوا فوق. كلهم سوا، تعطي الشمس. هيك نزليهم. برافو، يلا. نحركهم مع بعضهم. منضيف لإلهم. هاو التركيبات مع هيك حد بعضهم بده يركبوا. بابريكا حرة قليل، بابريكا حلوة أو بودرة تشيلي الحرة، ملعقة ونص تقريبا صغار حركة، بيتحركوا مع بعضهم وبنتركهم شوي لتظهر طعمة الفلايفلي بقلب الطنجرة. باستا بحركها بالأول كل شوي لمدة دقيقتين لتبعد حبات النوي أو شرحات النوي عن بعضها، وبدها وقت 7 دقايق لتستوي. تغطي يا شيف؟ شني؟ لا لشو؟ ما بيصير لها شيء اذا تغطت او ما تغطت، مش خيفاني من حدا، انتبهي، مش عاملي مشكل، بصير اشي مرتاحه على وضعها، ليش بدنا نغطيها؟ منضيف الفطر المقطع طازج او معلب على الطنجره، منضيف عليهم رب البندوره ملعقه ونص كبار، هاي صغير الملعقة بس بتطلع مليانة. هلا ما عنده مانع فينا نضيف لإلها نبيل أبيض أو أحمر، ويفضل الأبيض، ما عنده مانع، واللي عنده مانع مثل ما أنا يحكمل هلا اليوم ما عندي مانع، بس أنا طلع عبالي ما أحط نبيل، بيطلع عبالي ما فيها نبيل، البدو بيضيف نبيل هلا بهالمرحلة هيدي، أو بالإضافة لنبيل منضيف لإلها قدر 2 كباية من المي، وإذا استعملنا 2 كباية تنبيد نصير نحط 1 كباية مي، يعني 2 كباية نبيد و 2 كباية مي. يلا كمان ناخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبتين. طيب أنطوان، سؤال، أنا سنة الماضي شلت شوية خل تفاح. نعم. طلعوا ضعاف، برأيك في طريقة لحتى يتقووا؟ صفيتهم أو بعد؟
صفيتهم حطيتهم بجالونات حطيتهم بالشمس. السنة يعطيك العافية خلص. بس انت جاي شو الطريقة نعملها لك انا سنتي جاي لو كان بعده الجماش فيهم يعني التفاح المهري فيهم كنت بتضيف شقفة خبز فرنجي وبترجع تتركهم شو شهر ونص بتزيد نسبة الاختمار فيهم. بس هلأ بما انك صفيتهم خلص ما فيك تستعملهم الا للسلطات وكتر شوي سلطة يعني منهم بالإضافة للخل محل الخل العادي بيمشوا معك ما في مشكلة. بس لازم يكون فيهم تفاح مهري لمرتي الجاي وقت بتسويهم ليساعدوا على التخلخل. أه. انت استعملت معهم تفاح مهري؟ ما طبعا كل الهريين كل البهر عندي المستجر بتقول ايه تيري كيف عملتهم؟ خبرني لشوف وين قطعتهم حطيتهم ببرميل البرميل اللي فوق جنفايس مضبوط معليه عن الارض حطيت له شبكه فوق منه لحتى يتهوى. نعم. وتركته سنه من سنه لسنه وما خلخلوا؟ خلخلوا شيء بسيط يعني ضيف ما في طعم خل قوي. قديش كان في تفاح مهري تقريبا بالنسبه للبرميل؟ اذا بدي اقول لك يمكن تلته خل مهري وما خلخل؟ تفاح مهري ايه تلتو تفاح. بس قديش نسبة التفاح المهري بيناتهم؟ تلتو تلت البرميل لازم يخلخل منيح. هلا من فوق محل ما حطيته غطيته كان في ثقوب هواء يدخل علي يعني فهمت منك مثل كيس جون فايس. ايه في اوضة مفتوح فيها تتهوى مهوى الاوضة مهوية وهو مثل كيس جون فايس مغطيه بمغايطة علي مش هيك؟ مزبوط. لازم يخلخله ما في شيء يمنعه من التخلخل. بجوز اول ما بلشوا يخلخله التأس ما ساعدهم منيح بس الطريقه صحيحه. هو لازم دفى كثير او لازم عادي يتهوى بس؟ نعم لازم دفى للاوضه بالاول. ايه بده شوي دفى ما يكون سقع كثير. اذا اجى دغري السقع عليه بيأثر وما بيتخلخل كثير. هذا اللي صار معي لكن صار في سقع دغري صار في ساعة دغري مزبوط. خلص لكن نعرف مشكلة. قلت لك أنا ما في أي غلط بعملية التخمير التخلخل ولكن بيكون صار أي مشكلة. هاي هي الساعة دايما عوامل التأس لنعرف شغلة هي كتير مهمة وتقريبا 40% من تصنيع الشغلة. يعني اليوم أنا إذا عندي اعتبر تفاح أو جوز أو نجاس أو خوخ ما في يقول انا تربه منيحه ما في يقول بس عم بسقيهم منيح ما في يقول بس عم شحلهم وعملهم منيح. كل هاي عوامل بتاثر عم رشهم منيح. هيدي عوامل 60%. ما ننسى عامل التأس 40% بياثر على الموسم. لنفترض عائد الموسم ومزهر يجي شويه سقع منيح بالليل بتلاقيه اكل الموسم كتير منه هر على الارض واكل الموسم. ترجع تقعد شوي يجي بردي قوي من العواصف كمان بتاثر عليه. اصبح عوامل التأس بالاضافه للتربه بالاضافه للمناخ للارتفاع للمي النصقيه عامل تأس اساسي بعمليه الانتاج للفواكه والخضار يلي نحن مستعدين نستقبلها ونشوفها كل سنه. كمان هلا مثل حضرتك سألتك طرق اللي عملها للخل 100% صحيحة ولكن عامل التأس هو يلي عمل هذا الشيء وأخر نمو وتخلخل الخل ويصبحوا مخلخلين. مزبوط. هلأ في حل إذا بدك بارك معي لو عم تسمعني بتجيب إسانس إذا بدك روح الخل بس وحطها معهم بيعطيك إسانس قوي وانت عم تستعمل عارف شو عندك مش عم تعمل من ماي روح الخل وتبيع خل. انت عارف انه الخل هو من عصير التفاح الصافي اللي عندك الممتاز بدك تقويلهم النكهة كخل فيك تحط شوي من روح الخل معهم وبيمشي الحال. شو مش هالحال هون؟ تمام. كأنه استويت؟ لا بدها شوي كأنه كمان بناخذ اتصال. الو الو
الو باي فل حاب يسمعنا بس حاب يشوف اذا انت معي مباشره او لا ومسجل بس بس هاي يلا هستروغونوف دبولي رح فرجيكم لونها هون يلا ما زال عم تغلي اسمعش بدها كثير نجيبها لهون خلي يشوفوها احسن على الكاميرا هذا هو اللون الطبيعي الاستروغونوف وشكله وحجمه مش المهم كمان نسويها ونحط شو لتر ماي هون ونقعد نقول رخوه لازم تكون شبعاني يعني ملياني ملياني يكون فيها لحمه منيحه الفطر منيح الصلصه هذا اللون المضبوط يلي هو لإلها وهيك بنحصل على استروغانوف لحمه طيب هلا هيدي فينا نغطيها شو ريحتها يلا جبت الغطاء قبل برافو علي للنوي جبت المصفاية شاف منبرد النوي شاطرة هاتي منبرد النوي لنخفف من المواد النشوية الفية لا شليها منبردها قبل قبل شليها شليها بعدين هلا نغسلها وهي الملعقة اللي كنا عم نحرك فيها نغسلها منيح هالرغوي رغوة المواد النشوية ومادة الجلوتين نشيلها لبرا هون عندنا استروغانوف نشوفها شو الريحة الطيبة شو رح طعميكي منها واحدة بدي لك قلب يا شيف لا هيك ما هي هات لساعدك لكن لا بس لأنه ما لك قلب رح ساعدك مش أكثر بنصفيها وبنرجع بنحطها بنفس الطنجرة من بعد ما نشيل منها المي هالمرة شلناهم بنحطها على النار وبنحط معها شقفة الزبدة الصغيرة جيبيها بهاي بهاي الزيت هاي لها قليل من المي فيها بعده من مية نوي منضيف ملح غير الملح هيداك ليش تغسلوا صاروا صايتين هاو ما إلو النكهة لننكهن منحط معهم شوية ملح عقدهم قليل من البهار الأبيض ومنحركهم مع قليل من الزبدة لنعطيهم طعمة طيبة هلا صارت هاي النوي هلا بعد شوي حفرجيكم فيكم تاكلوها لوحدها طيبه كيف مع استروغانوف هلا هون استروغانوف اعطيني الخشب الثاني الاستروغانوف هاي استروغانوف خلصت هون استوت اللحمه شو يعني خلصت خلصت من قبل خلصت هي بس نضجت اللحمه غلت 10 دقائق هاي اللحمه لانها طريه وصارت انه انا بس انضغى بس قطعها بس لاكلها ما بتزعجني بكلها وبكون مبسوط انه بصير تدوب تحت راسي وبحس بالجوب الطعمه الطيبه يلي هي موجوده فيها من بعد ما اعرف انه خلصت منضيف لها الكريمه الطازه والنسبه هي 3 ارباع الكبايه او نص كبايه لهالكميه في ناس برجع بقول بيطبخوها كلها باستروغانوف هذا منه طيب لا دسم كتير منضيف نص كباية كريمة او 3 ارباع انا كتبت لكم 3 ارباع بس حاطت نص ما بحب الدسم كتير مشان هيك لضلني فيي اكل وما انصح بدي حرقصكم باكل وما بنصح
بهالكريمة شو بيصير؟ هالطعمة الفليفلة اللي حطيناها ملعقة صغيرة ونص لو كانت حلوة فيها حدية شوي، بودرة تشيلي أو البابريكا الحارة كمان فيها حدية شوي، منشان اكسرها ضيف هالكريمة لإلها السائلة لتعطيني طعم سلسي مع هالأكلة يلي هي مميزة. برجع من بعد ما ضيف الكريمة بغطيها شوي صغيرة بتصير جاهزة للتقديم. هون عنا نوي بردناها، سلقناها 7 دقايق، بردناها حطينا قليل، نحن ما ضفنا ماء بس شلناها قبل ما تصفي مزبوط، يعني ضفناها مع قليل من الماء. حطينا شقفة زبدة صغيرة وملح وبهار أبيض لتعطيها طعمة، كمان بحط لها بقدونس ناعم مع ملعقة ونص تقريبا تعطيني لون حلو لهالنوي يلي بدي أقدمها. بلا ما شيء هالبيت الملعقة ونص البقدونس ما بيغنوا للشخص، ومثل واحد معه اعتبره $1000 بيجيب واحد بيعطيه دولار ماشي، بس هالملعقة ونص البقدونس بالإضافة للدولار مع الألف عطت رونق، عطت جمال، مش بس انه عطت النكهة الطيبة والسعرات الحرارية القليلة والطعم الطيب وبعض الفيتامينات، عطت جمال. ليه؟ بس نسكبها هلأ منشوف الجمال الموجود بقلبها، وبصير في شهية من قبل أي شخص ما بيعرفها لهالأكلة ليصير ياكلها. هون هو فن الطهي، هون هو الذوق بطرق الطهي وتعليم الطهي الأساسي ليعطي الأكل الصحي والشهي لكل أرجاء العيلة بمواد هويني متوفرة عنا بيتياً وما بدا غير التطبيق والمعرفة. بنحرك هيدي حركة صغيرة وبطفي النار لأنه ما بيسوى تغلي، إذا بتغلي معها بتبرغل، تفرط. بنطفي النار وبنتوقف مع محطة إعلانية وبنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا ودائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح اشرح المغربية، شو بشرح انا وانت؟ مغربية؟ لا خليها علي. مش مغربية، تشاينيز شاف. في تشاينيز وفي مغربية. شرحنا المغربية. لا بلشت فيها. بس بعدني بأولها، يعني سمعناه انه بلشت على المغربية. بلشت كنا عم نطبق. سمعناها للجوي. هاي الجوي. المغربية. أول شيء إنها بتتساوى على لحم، على دجاج وعلى خضار، واثنين مع بعضهم لحم ودجاج. فينا نسويها سلطة كمان المغربية مع خضرة. لحم ودجاج نجيب اللحمة، لحمة عجل موزات، وفينا اللي بده يستعمل غنم أو لحم ضاني ما بيأثر أو ماعز، بنقطعها قطع بنقليها بالسمنة أو بالزيت وبحطها بترجل. بجيب إما فخاض دجاج أو سفين الدجاج أو دجاج كامل، بقلي بنفس السمنة. إذا كان صدر الدجاج بحطه بطنجرة لواحد، وإذا كان فخاض كاملة أو مقطعة بس ما عاد مقطع أو فروج كامل، بقلي وبحطه بنفس طنجرة اللحم. لإلكن هلأ لي، لأنه اللحمة إذا كانت بقر بدي أقل شي ساعة وثلاث أرباع على النار لتستوي، أما صدر الدجاج بيستوي بخمسة وثلاثين دقيقة أو ثلاثين دقيقة. أما إذا كان فخض دجاج بده تقريبا 40 لـ45 دقيقة، منشيله بالكبشة أو بالملقط ومنترك اللحمة تنضج بنفس الطنجرة. إذا كان فروج كامل بده ساعة وربع، كمان منشيله وبتكمل اللحم نضجها بنفس الطنجرة.
وهيك منكون شلنا الزفرة لاثنين، حطينا مواد عطرية بصلة وجزرة ورقة غار وعود قرفة وكبشة قرنفل وطلوع بقدونس لاثنين ورقة كرافس أزافين، وصار عندي الخواص يلي بدي استعمله للمغربية والصلصة المغربية من هالخواص الأساسي. منجيب بصل كويزات. شو يعني بصل كويزات وشو البصل الصغير وشو البصل العادي؟ البصل بصل، في منه أنواع عديدة بس كله بصل، ولكن وقت اللي بدي أقول كويزات تحديداً بدي يكون حجمه صغير، وبشيل من كعبه شوي وبخلي شعيرات البصل متلاصقة بطبقات البصل، وبشيل شوي من راس يلي بيكون يابس، هي منسميها البصل الكويزات، يلي بتتقدم كاملة مثل ما هي على المايدة وبتكون محافظة على لونها. من وين اجاها اللون؟ اللون وقت اللي انا بدي اقليها بنفس السمنة او الزيت يلي عم ساوي فيهم لحمة او الدجاج المغربية، عطت لون برونزي على خارج قشرة البصلة، وقت لهالقشرة متلاصقة مظبوط ما بتطلع بسهولة من جراء الغلي. أول شيء لون المي تبع البصل يتحول إلى لون ذهبي برونزي، وتاني شيء البصلة عم تعطيني اللون الشهي الذهبي يلي أنا بدي إياه لحطه على وجه المغربية أو بصلصة المغربية مع الحمص وبعض اللحم. أصبح بس قول بصل كويزات معناتها بدي حافظ على الطبقة. برجع بقول الأسفل من البصلة يلي هي كعب البصلة، شلوش البصلة، قاعدة البصلة، لتضل متلاصقة مع بعضها بعملية الطهي. وإلا شو بينفع؟ إذا جيت أنا قصيت من كعبة وشلت الشلوش عن بكرة أبيها، أو عم قصة بالجاني حيك بالسولي، قصيت 3-4 طبقات من طبقات البصلة جرحتها، بس حطها وقليها بتحمر معي، بشيلها بحطها بالنار على بالماي وبحطها ربع ساعة لتستوي، برجع بشوفها عدة طبقات صارت، والقشرة يلي موجودة كانت وأخذت الغلاف الخارجي واللون الذهبي صارت بقلب الطنجرة وطلعت عن البصلة وصارت البصلة لونها أبيض. ومناخذ اتصال جديد. ألو ألو ألو، هيدي راحت. ناخذ اتصال جديد. ألو 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 ألو، بونجور. ألو، مرحبا شيف. كيفك عدل؟ كيف الحال؟ كيف صحتي؟ السنة أحلى عيد عنا، عيد السيدة. إيه أكيد عيد السيدة، لكن السنة غير قصة، عنا رئيس جمهورية بكل ال طلع لعندكم. نعم طلع لعندكم رئيس جمهورية. عدل كيفك نوي؟ نعتذر من عدل، انقطع الخط. يلا حركتهم شيف. لنرجع للمغربية، خلصنا من البصل باللحم بالجيش. منجيب المغربية، ناس بيتعذبوا وروح يجيبوها مهبلة بتلبكوا على الفاضي على الفاضي. ليه؟ مثل ما منحط ماي منحط المغربية بقلبها، أو منحطها ضمن تهبيلة بقلبها، 3-4 دقايق منقول تهبلت المغربية. تتهبل يا ما تتهبل بالنسبة لإلي مثل بعضها. ليه؟ أنا بهبلها أطيب. منجيب وعي منحط فيه شقفة زبدة مع شوية زيت، مع شوية زيت أو شوية سمنة. بجيب المغربية اليابسة، لا بدي أتعذب هبل ولا روح فتش مين عم بيهبل المغربية، أو أطلب منه تاني نهار بدي روح أشتري منه مهلبية مغربية مهبلة. بحط المغربية اليابسة هون بالزبدة والزيت أو السمنة، بحركها
بعطيها لون شعار خفيف، بس تشعر خفيف ضف له ملح، كراوية، بهار أسود حلو قليل، قرفي قليلي، وانتبهوا من مية البصل أو من مية اللحم والدجاج شيل قرر 3/4 كباية، هون عم بحكي لنص كيلو مغربية، 3/4 كباية من مية اللحم أو الدجاج أو البصل، بحطهم بغطيها وبعتبرها أول تهبيل. لشو التهبيل؟ هبلتها بالخواص، هبلتها بنكهة مش بالماي، بدفع عليها مصاري لهبلها، هون بهبلها. برجع بتركها 6 دقايق 7 دقايق، هيدي التهبيل، برجع ما بحركها. كمان برجع من مية اللحم أو الدجاج أو البصل، بحط كباية تاني مرة من المرقة، بهز هز هيك، بغطيها ونار خفيفة لمدة 10 دقايق. هلا بلشت نضج المغربية، برجع بستعمل كمان مية يا لحم أو بصل 3/4 كباية تاني مرة، كمان بهز هز، بغطيها وبتركها 10 دقايق. اخر مرة بضيف لها نص كمية الحمص المسلوق، برجع كباية من مية اللحم او البصل او لحم او مية الدجاج، وبهزها وبغطيها ونار خفيفة 10 دقايق. طريقة السكب او قبلها بنعمل الصوص، شقفة زبدة، شوية طحين، بحركهم مع بعضهم ليصير لونهم اشقر غامق، بصير ضيف شوي شوي من مية اللحم والدجاج لقلهم شوي شوي، وبحركهم ليصير عندي صلصة طيبة. ضيف لقلها كراوية، ملح، بهار أسود حلو، وشوي قرفين يعني. بجيبها نص كمية الحمص الباقي بضيفها لهالصلصة، نص كمية اللحم ضيفها لهالصلصة، نص كمية البصل ضيفها لهالصلصة، بسكب المغربية بطبق، صف علي قطع الدجاج، نص كمية اللحم، نص كمية البصل المتبقي، الصلصة بتروح على حدا. منقلكن ألف صحتين، ودايما عبر شاشة تلفزيون لبنان رح نشوف المقادير ستروغانوف نحن وياكن عبر شاشة تلفزيون لبنان، الشاشة الوطنية. تابع حلقتنا نحرك ستروغانوف يحت سكيبا ألان. يلا جيبي الوعي، نجيب لك كبشي، أنا بجيب لك كبشي سخنة. هون منشوف باستا، إذا منلاقيها شوي نشفت ميتها ضيف لها قليل من الماء. كيف واحد يسخن شغلة صغيرة بالبيت، كمان نجيب جاط، لا لا حطي شوية زوم، ناكل زوم. زوم أنا بحب الزوم، من قالك ما بحب الزوم؟
فكرة. معينك يا شيف، شو كم شيف أنطوان عنا؟ تسلمي. هاي النوي نسكبها سخنة بهالشكل، شوفوا كأنها عليها جبنة وهي ما فيها جبنة، بس هالزبدة اللي حطيناها القليلة وحركناها مع قليل من الماي هي عطتها كتير حلو. يلا خلص بزيادة. هالستروغانوف خلصت. نمسح جاطنا اللي بدنا نقدم فيه على طاولتنا. بجيب ملعقة صغيرة، حط شوية بقدونس بالوسط. انتبهوا، مش معناتها اذا مقطوعين من المقدونس من البقدونس يا دلي كيف بدي اسوي استروغانوف، شو بدي اعمل؟ دخيلك يا شيف انطوان، ساعتها بلا بقدونس. ساعتها كزبره بيمشي الحال. لا ما بيمشي الحال. لا هي ولا هي، اوعى الكزبره. لا تغير طعمتها الكزبره دغري. بس الكزبره طيبه بالاكل، بس مش لهالاكل يعني. مظبوط، كزبره طيبه بهالاكل مش لهالاكل. قليل من البقدونس عم يعطوها منظر كتير حلو. ميرسي إلين على مساعدتك على هالطبق الطيب يلي هو استروغانوف باللحمة مع النوي، صنف طيب، صنف شهي، بينعمل بالمناسبات الحلوة. بحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بحلقات جديدة ونشرح لكم كمان دجاج تشاينيز مع الخضار والأرز.